الحاله ده غياب الفنانين في عزاء والده، بيقول محدش عارف ظروف الناس ايه. تعالوا نشوف معاكم بقى تفاصيل الخبر ده. توفى الفنان محمد عبد الحليم، يعتبر واحد من ايقونات السينما المحترمه في مصر، وخلينا نشوف صورته دلوقتي مع حضراتكم عشان اللي مش فاكره يفتكره. يعني الحقيقه ان جنازته ما كانش فيها حد من الفنانين اللي ما بقيناش بنشوفهم غير بس لما نجم كبير بيموت، زي ما يكون الموت ده بقى فيه جلال لناس وناس تانية ولا الهوى يعني. وده بيفسر لنا الحقيقة حاجة مهمة جدا جدا، ايه بقى؟ ان العزاء الكبير لأي فنان تحول لمنتدى لإمضاء أعمال فنية وبس، لقطة كده الفنانين بياخدوها وخلصت الحكاية على كده. شوف حضراتكم بقى شكل العزاء الفنان محمد عبد الحليم كان عامل ازاي. يعتبر على فكره بالمناسبه واحد من رواد صناعه السينما في مصر، وبيقول ان هو اللي اكتشف احمد مظهر بالمناسبه، بغض النظر بقى اختلفنا اتفقنا، بس يعني احنا بنوثق الحاله. للاسف ما حضرش حد من الفنانين وبتاع، اصل يا جماعه مش نجم يعني، انتوا عارفين الكلام اللي بيتقال، كان يعني راجل ليه كده كام دور وخلصنا والموضوع عدى والسلام. وده اللي قاله بالظبط هو بنفسه قبل ما يموت في القاء كان له، لما اتسال على الوسط الفني فرد قال كده بالنص: لو اتكلمت هقول كلام مش كويس. ودي الخبر اهو طالع مع حضراتكم. للاسف لسه في بلدنا خيار وفقوس، ولسه الماده والفلوس هي اللي بتتكلم، مع ان بالمقارنه مع اي دوله تانية هتلاقي تقدير للفن والفنانين وغيرهم في كل المجالات افضل من كده. زي ما بقول لكم اتفقنا اختلفنا مع فكره الفن وتقديره وبتاع، لان عارفه الناس كتير قوي هتقول يعني ده فن وبتاع وهم كده، بس احنا بنوثق الحاله نفسها ونوريكم الفرق والمجتمع ده من جوه عامل ازاي. نسال سبحانه وتعالى رحمه لي، ونسال الله سبحانه وتعالى انه يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. يا رب يا رب يا تسنيم. والحقيقه فعلا